لا يا شباب، كرت السيارة، كرت السيارة. لا في شيء كمان عم يبتل حاله. هذا شو المشكلة؟ ديبو اون ذا بيت. يا الشباب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم معاز أو عستيكو. عنا حلقة جديدة من لعبة ماي جراج. يعني إلنا زمان ما نزلنا اللعبة هاي، فنزلنا مو نزلنا مود، نزلنا تحديث مود. يعني ما نزلت أنا مودات، ما يعني ما نزلت مودات، اللعبة هي نزلت مود. فالمود عبارة عن مثل سيرفايفل، تلعب سيرفايفل مثل ماي سمر كارت، تشرب تروح وتجي تصلح سيارة مثل هيك يعني. فبس المود لسه ساعته يعني مو يعني ساعته بالبيتا، يعني ساعته بالايرلي اكسس. فهون المود هذا هو، نكبس على هذا الكلام الاحمر، بعدين بيطلع لنا هون امبورتد ما ادري شو. This is a new survival game mood. يعني هذا survival game، يعني المود هذا كاتبين لك انه early access، يعني هم ممكن تلاقي اخطاء، يمكن تلاقي bugs، يمكن تلاقي glitchات كتير. كاتبين لك الفيتشرز او الميزات انه بتقدر تعمل سيفينج السيستم تاني، يعني بتقدر تعمل سيفينج بهالسيرفايفل مود وتلعب اللعبة التانية عادي، اللي عندك جراج وما جراج وتصلح سيارات عادي، يعني تقدر تلعب بالمودين. وكاتبين لك هون كمان اخر شيء نو ماني، يعني ما معك مصاري بالمود هاد. كاتبين لك اي شيء تلاقيه بالطريق بتاخده، بصير لك يعني لوتينج سيستم. كاتبين لك لوتينج سيستم. بعدين كاتبين اخر شيء نيو نيد فور درينكينج اند ايتينج اند سليبينج، بس لسه ما يعني لسه ما نزلوا هذا الشيء، يعني يعني الشرب والاكل والنوم لسه ما نزلوا، يعني فلسه عم يدرسوه زياده مشان ينزل على اللعبه. مشان خلينا بسم الله خلينا نبلش نعمل نيو جيم ونشوف شو الوضع ونجرب المود هاد. خلينا نعمل نيو جيم، نعمل لودينج. اوكي يا شباب، هي اوكي، هي السيارة تبعنا، هي السيارة تبعنا اللي راح نستخدمها ونصلحها احنا، يعني بنعمل سيرفايفل جيم. وهون في مبنى، شو المبنى هذا؟ لك هذا مو هذا السل، شو اسمه الكراج تبعي؟ والله هو يا اخي ملا. هو ما في طاولة، هون في الفيمي، هون في الديسكات تبعت الكوتينج. اوه في سيارة العب، ما فيني اخذ قطعة، اخذ القطعة تبعها وبعدين كبها، شو بدي فيها بعدين؟ والله شكلها هي انظف، شايف ارجيني اشوف الدواليب. لا الدواليب تعبانة، بس المقصات تبع السيارة زراف شكله، ما بعرف، خليها عجرب. انا ما راح يعني اشتغل من عندي. هون في منفاخ وفلاش لايت، يمكن نحتاجه فلاش لايت. والله هاتو حط لي اياه عند هون عند هذا المكان عشان اخده معي، لانه كاتبين اي شيء بتلاقيه بصير لك خلاص. يعني هون في عنا اللحام، هون مشان تبع السبرينجز او المساعدات، هون كمان تبع الفيمي. في عنا هون هود بس ما بدنا اياه، ليش؟ تعبان شوي ما بدنا اياه. طيب خليني اشوف العده اللي عندي موجوده كلهم ولا شو. هون في عده والله، الارض في عنا المفك، وفي عنا هي اللي بتشيل الازاز وتشيل الاطراف، وهي السبينر. اوكي اهم شيء كده عم دور عليه، والله موجود السبينر وموجود الجاك كمان، الجاك مهم. شي عنا تاني؟ في عنا هاي تبع السبرينجز، خليني نجيب المنفاخ من جوا. هاي شو هي؟ هي تبع البواجي. هذا كمان، هاتا كمان ممتاز، العدة ممتازة، ممتاز موجودة، يعني مو محتاج ندور على العدة. بس بدي تبع وينها منفاخ، وينها شفته انا هيكو. خلينا نروح نجرب يلا بسم الله، ونحط الغراض جوا السيارة. ايوه يا حبيبي، شو هاد؟ بيوع الاغراض هلا، ما في قدام. طيب قدام في شيء؟ في شيء. اوه في هون كمان خربان، وهون شكله هون نظيف. قدر نشوف ما في فتحات هون؟ اذا ما في فتحات هون بحط الغراض هون كله. اي هون شكله ما في فتحات قدام، ايوه هون ما في فتحات، معناته احط العده هون بلا ما يوقعوا معي. يلا خليني احطهم كلهم مع بعض. تمام، هي حطينا العده كلها هون. بس لو في بوكس، والله لو في بوكس كنت حطيتهم كلهم فيها وحطيته بالصندوق، لانه البوكس بيمسكهم. اوبا با، لا لا لا، هدي هدي، صل على النبي شوي، شو صار؟ حطه جوا منيح. اوكي تمام، هاي العده حطيناها جوا مشان ما ليش هيك. وات زين يا معلم.
الجاك بالسيارة شلون ما بتعرف. يلا خلينا نروح بسم الله. يلا اوه فلاش لايت، وين فلاش لايت معلم؟ هاتو. اوكي تمام يلا. طيب انا ما اظن بهذا المود يعني على الاغلب يعني بدك تصلح سيارة، يعني مثل ما كنتم شايفين في فتحات وفي حتى الكراسي مو ظابطين، فممكن كمان المحرك مو ظابط. خلينا نجرب. يا حتى المرش تعبان. ايوه ولا لا 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 الصوت عالي كتير، الصوت عالي كتير هيك ليش؟ اه فيك بس عم تسمعوني ولا لا؟ نجرب الصوت معلش. اوكي يا شباب ان شاء الله هيك الصوت تمام، انا ما اظن هيك منيح يعني تقدروا تسمعوني. طيب خليني امشي لشوف وين بودينا الطريق. بسم الله يلا نحط اول. والله ما عم تمشي السيارة يا شباب، طريق من هون مبين ما هيو ليكو الطريق مزبوط. يلا خلينا نمشي من هون معناتها. السيارة كتير تعبانة، المشكلة ما في يعني هلا بدك تدور على اغراض مشان تحسن السيارة. خلينا نشوف هلا الطريق وين بودين. اولولولو وين رايحنا؟ في طريق وينو يا معلم؟ بدك تروح من هون ليكو الطريق مع البحر، ما عاد تقدر ترجع السيارة. خليني ارجعها هيك بالايد، والله مشكلة هيك. ايوه هيك اسرع على الاقل. والله دفشت اسرع طلعي. ما عم تمشي السيارة، عم بتفش دفش صرت. شو اذا هيك من اولها شو الوضع هيك معناتها؟ انا عندي فكرة، خليها تمشي تكر على النزلة، حطها على النزلة هيك بتمشي لحالها على السريع. نعمل هيك ركاب السيارة لك، نزل فرام الايد، حط الاول وامشي. ايوه يا سلام حلوة الفكرة. مشيت السيارة اوكي ممتاز، بس كتير تعبانة كتير ما في شو اسمه حيل. والصوت هذا تبع شو اسمه الاكزوست الخربان لازم اغيروه، والله كتير مزعج جدا مزعج. شو ها خليني اشوف وين بوديني الطريق بعدين برجع لكم. اللعبة عم تعمل تعليقات شوي. هو في هون مبنى، تعال نشوفه يلا. مشيت تقريبا 90 سيارة 100. افي شو هاد ما فيها فرام، شكله ما فيها فرام السيارة كمان. خلينا نشوف هون في شي غراض، ان شاء الله يكون في غراض. وهنا كمان في كازية. لك يا عمي وقف، فا فرام الايد احسن شي. ها اوكي المشكلة كمان الداشبورد خربان مشان نشوف اذا في بنزين ولا ما فيها بنزين، مشكلة هيك. اهم شي العدة. اوه اوكي موجودة، اهم شي العدة موجودة معي. في شيء كمان عم يبتل حاله هذا، شو المشكلة؟ شو القصة معلم؟ في جني هون ولا شو؟ شمبكلالا طير. اوه شو في هون؟ هون في فلاش لايت كمان، وهون في ابر ارما ما بدي اياها. شو هاد؟ دور بانل. اوه هون دور بانل اوكي. وفي هون تفييم، تعال حط التفييم. شو رايكم؟ هذا الدركسيون لهلا عم يتحرك لحاله. طيب ركب شو اسمه، شلون بيتركب؟ والله ما بعرف، ما جربته ولا مرة الصراحة. ايوه يا سلام. حط واحد هون وواحد هون. قدام حط قدام عادي. بس هلا بنصير ما بنشوف والله، شلون بدي اشيله اذا حطيته هلا انا؟ يا حبيبي. حسيت حالي شو اسمه غلطت. تعال نعبيها بنزين كمان، خلينا نشوف عبيها بنزين. هذا الدركسيون هلا عم يتحرك لحاله بس ولا خلاص؟ والله في جني في جني عم يتحرك لحاله لسه. الفلاش لايت شغال هاد؟ والله مو شغال، لانه حتى اللي معي مو شغال. فخلينا نمشي من هون لانه ما في شيء. والله في طلعه هون، شكل السياره ما حتطلع. اوكي عم تطلع ماشي 20. والله يا شباب ما طلع شو اسمه، ما طلعت السيارة من الطلعة هاي الآسية. خليني ادفش ادفش معناتها. والله يا شباب حاس حالي عم بلعب شو اسمه ذا لونج درايف، والله زمان عنا الثانية اللعبة، حاس حالي عم بلعبها لأنه هيك نفس النظام.
تمشي بالسيارة وتحصل غروض. أنا شفت بيت قدام والله، كأني شفت بيت قدام. طريق على اليمين كأنه ايه، تعال ناخذ طريق على اليمين، تعال يسار عفوا ما يمين، بس في بيت ورا ما في، لا ركي. ايوه في هنيك بيت كأنه، ايوه تعال نشوف، تعال نشوف يلا يا حبيبي. هون في شو اسمه حفرة، شلون تطلع السيارة؟ هنطلعها هيك على اليسار شوي. اح شو هاد حفرة، شو هالحفرة هاي، شو هالحفرة هاي يا حبيبي، علقت السيارة كأنه. ما في بيت قدام يا أخي، والله كأني شفت بيت قبل شوي بعيد كان عني. كانت في جايك على اليسار. 2000 years later. لا يا شباب كرت السيارة، كرت السيارة، لا لا تركتني لحالي، لا 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 إن عن تركت عم طلع من تحت الحفرة من. مع السلامة. أيوة وقفت 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 السيارة خلاص وقفي يا أخي. طب بالزور طلعت السيارة من الحفرة هاي. ادخل جوا السيارة، ادخل لغ، ادخل ارفع فرام الايد. ايوة اوف، يلا خلينا نكمل نشوف في لايتس ولا ما في لايتس. ما في لايتس، مو شغالين شكله. خليني ارجع على الطريق احسن لي مشان نعرف الطريق وين صار. صارت الدنيا ليل والسيارة ما فيها اضواء. حالي حالي بهالسيرفر المود الجديد، بس يعني ما لازم ينزلوه، يعني على فكرة ما لازم ينزلوه بكير عليه، يعني زبطوه على الاخر بعدين نزلوه. شو في بحر كمان قدامي، يا سلام يا سلام. شو ها، يلا غطوس بالبحر ما في مشكلة. روح ايوة كملي كملي كملي، ايوة كملي، وصلنا والله وصلنا يا شباب والله. لا لا وقف وقف، انا بالبحر هلا، بنص البحر على اساس انا. بس شو هالبحر هذا اللي مدري شلون شكله، حتى فيني ادفش السيارة طبيعي. هاي طلعنا من البحر اوكي، والله وصلنا يا اخي، بس ما بعرف حلست اخر شيء، حلست بطلت تمشي. طيب خليني اوقف هون خلاص، حاجي حاجة لأنه ما تحملت أكثر من هيك، ما عاد أقدر أتحمل أكثر من هيك. على العموم يا شباب هي كانت حلقتنا لليوم، يعني المود يعني في كتير أخطاء، في كتير جدا في أخطاء، يعني ما بنصح يعني اللعب فيه قبل ما يصلحوا كل شيء ونزلوا ويزبطوا كل شيء بعدين من نلعبه مرة تانية. يعني بركي بنعمل عليه سلسلة، بنروح وبنجي مثل ما ساوينا بالذا لونج درايف، ما بتعرف يجوز نساوي هيك شيء. طيب يا شباب على العموم هي كانت حلقتنا لليوم، اتمنى حل عجبتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم معاز او عستيكو، والسلام عليكم.